السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دفعة صميم الأعزاء. إن شاء الله في هذا الفيديو بشرح لكم المحاضرة الرابعة من الإخوان اللي بنحكي عن اللي هو شوي توبيك عن الكارسينوجينيسيس. يعني الفيديو للأسف هاي المرة الثانية اللي بصور فيه وانحذفت المرة الأولى، لكن مش مشكلة إن شاء الله. بلش هاي المحاضرة نحكي نعرف تعريف بسيط عن الكارسينوجينيسيس. الكارسينوجينيسيس هي باختصار، يعني عشان نكون فاهمين هاي القصة، لما نسمع نحكي pathogenesis كنا نحكي عبارة عن البروسيس اللي من خلالها بتكون المرض، كيف المرض بيصير. نفس الشيء في الكارسوجينيسيس، هي ملتي ستيب بروسيس ريزلتنج فروم ايش. الان الكارسوجينيسيس تعتمد بدرجه كبيره على الميوتيشن، فهي تتغذى على الجينيتيك التيريشن، تتغذى على الميوتيشن، فهي ملتي ستيب بروسيس ريزلتنج فروم ذا اكيوميليشن اوف مالتيبل جينيتيك التيريشن. فغذاؤها هو ايش؟ الميوتيشن. That collectively give rise to transform phenotype and so all of associated hallmark. يعني باختصار انه هاي الجينيتيك التيريشن، هاي الميوتيشن هي اللي هتعطي هذا الهولمارك تبعون الكانسر. فمثال اللي راح نحكي عنه هون اللي هو القولون. في القولون بدي ادرس ايش؟ كارسوجينيسيس، يعني بدي ادرس ايش؟ المالجنت ولا البناين. لهون انا بدي ادرس المالجنت اللي هو الادينو كارسينوما. فأدينو كارسينوما هي أدينو، راجعكم نذكركم، جاي من أوريجين إبيثيليال. وكارسينوما أي إنه هذا أساسا برضه كمان بعطينا إنه أوريجين إبيثيليال. وأدينوما كمصطلح جاي من جلاندولار تيشو. فأدينو كارسينوما إنه أنا في عندي سرطان خبيث أصله اللي هو نسيج غددي طلعي. الآن في عندي عدة phases، 4 phases نحكي عنهم. الفيز الأول اللي بنحكي عنه وهو النورمال كولون فيز، يعني راح يكون طبيعي ما يكونش أي مشاكل. فأول شغلة إنه أنا راح نحكي على أهم جين اتفقنا عليه وحكينا عنه في المحاضرة الماضية، وهو الـ APC جين. APC جين أدينوماتس بوليبسيس كولاي، هذا الجين هو تيومر سبريسر جين. هذا التيومر سبريسر جين باختصار ما هو اللوكس تبعه؟ 5q22. ايش يعني هذا الكلام؟ كروموسوم 5 اللونج ار على اللوكس 21. اذا اعيد لما تسمع كلمه تكون فاهمين. الان انا في عندي الكروموسوم، اذكركم الاستركتشر تبع الكروموسوم يكون زي حرف اكس. هاي حرف الاكس، في عندي ملتقيات بالنص، في عندي كمان هاي الجهه الطويله اللي هون بتكون، وهاي الجهه اللي هون. الان اذا ملاحظين في عندي لونج ار ذراع طويله، وهي نرمز لها بالرمز كيو، وفي عندي شورت ارم نرمز لها بالرمز بي. وحسب رقم الكروموسوم نحكي عنه، فحكينا كروموسوم 5 كيو يعني على الذراع الطويله. الان في عندي لوكسز، في عندي مواقع، فعلى اللوكس 21 يقع هذا الجين اللي هو الاي بي سي ادينوماتس بوليبسيس كولاي. الان هذا اول شيء راح نكسب ايش؟ اول هيت. وهي اول هيت يعني اول ميوتيشن بصير في عندي في واحد من الاليلات، مش انا في عندي اليلين، فاول هيت راح اكسبها فيها في احد الاليلات. وهي الهيت ايذر اتس بي انهيريتد، بتكون جيرم لاين ميوتيشن خلال تكون الجيرم. هاي الشغله الاولى بتكون وراثيه، فبنحكي عنه فاميليال ديسوردر، او انه بتكون ما بعد الولاده، فبنسميها سوماتيك ميوتيشن، وباختصار هي اكوايرد، هي مكتسبه وليست وراثيه. فهي سواء انا بحكي عنها اخذ كانت انهيريتد او اللي هي فاميليال اخذناها من الاباء، او سوماتيك او اكوايرد، هاي على الحالتين هي الفيرست هيت. في عندي التو هيت ثيوري. شو هي التو هيت ثيوري؟ انه ان اوردر تو هاف ان ان فانكشنال تيومر سبريسر جين في هاي الحاله، راح يكون عندي بحاجه لاني اخسر الاليلين، يكون في عندي ميوتيشن فيهم الاثنين. فبحالتنا هون لازم اخسر الاثنين. وبهاي الحاله لما تجيني الفيرست هيت انه واحد من الاليلات يصير في عندي ميوتيشن، راح يصير في عندي اريتيشن في الميوكوزال سيرفيس، يعني راح يكون في عندي تهيج في الغلاف المخاطي في القولون. في الفيز الثاني اسمه مهم، ميوكوزال ات ريسك. ايش يعني ميوكوزال ات ريسك؟ يعني في عندي خطر. كلمة في خطر، انا هون باختصار عملت وخسرت الاليل الثاني. عندي ايش؟ وين صارت عندي؟ السكند هيت. اذا في الفيز الاول صار عندي الفيرست هيت، في الفيز الثاني السكند هيت، فراح يصير في عندي ميثيليشن او ميوتيشن one of the normal APCs الليل، يعني للاليل الثاني. خسرت الاليل الاول، هون راح اخسر الاليل الثاني. فباختصار راح يصير في عندي further change in mucosa as a result of that thing. الميثيليشن باختصار كون تيومر سبريسر انا بدي اعطبه، فالميثيليشن في هاي الحاله راح يقلل لي باختصار عمليه الترانسكريبشن تبع هذا الجين، فبالتالي ما في عندي اي
ماسنجر ار ان اي بيطلع منه، فبالمحصله انا عطبت هذا الاليل. في الفيز الثالث وهو تكون الادينوماس، وهي تكون الادينوماس صارت بسبب ميوتيشن ان ذا بروتو اونكوجين اللي بتحفز لي ايش انقسام الخليه. واحد اهم امثله البروتو اونكوجين الكيراس، فالكيراس راح يصير في عندي مور اريتيشن ذا ميكوزا از ريزلت ماي ديسبليجيا. لساتنا وين شويه. طب انا بدي يصير في عندي سيفير ديسبليجيا، معناته راح يصير في عندي ميوتيشن اكثر. الميوتيشن اكثر تتضمن الجينات زي البي 53 اللي راح نحكي عنه لقدام، دوره سمات 2 سمات 4، فبالتالي راح يصير في عندي بيجر ادينوما اند هاير جريد ديسبليجيا. الان في الفيز الرابع وهو الليت فيز، وهو باختصار هو اخر مرحله راح يكون في عندي تكون الكانسر، فهون الميوتيشن حتحول لي ايش مالينجنت. شو هو اتفقنا ما اللي ايش اللي بيميز لي انه هذا انه هذا مالينجنت على على بيناين؟ اول حاجه واللي اتفقنا عليها واللي بتعطينا ميزات انه ما في عندي اي كبسوله. النقطه الثانيه حكينا ايش ability to metastasize. ثلاثه ability to invasion. الادينوماكس ما بتعمل invasion، فلحتى يكسب ميزة المالينجنت لازم اعطي جينات، اعطي ميوتيشنز تقدر تعمل لي اشي خليليه اقدر اعمل انفيجن وميتاستاسيس. فراح يصير في عندي ميوتيتنج للتلمريز او الجروس كروموسومال التريشن للتلمريز، فبحيث انه بكون التلمريز شغال فيهم بشكل مش طبيعي. اذكركم في هاي الشغله، لان انا في عندي زي ما حكينا عندي اللي هو الكروموسومات، انا درسهم جزء واحد من هذا الكروموسوم والجزء الثاني مش كثير مهم. على التيب اوف كروموسوم في عندي سيكونس من الدي ان اي، هاي السيكونس متكرره، هدفها واهميتها انه تمنع لي شورتنينج للكروموسوم. ليش شورتنينج؟ بسبب موضوع انه في عندي لاجينج وليدنج سترانج شغلات جيناتكس، فراح يكون خلال كل ما اعمل ريبليكيشن للدي ان اي تنقسم الخليه الكروموسوم يقصر، وعندما يقصر الكروموسوم يوصل لحد انه التوليمر هذا ينتهي وننتقل من انه الخليه خلال الريبليكيشن توكل من التوليمر راحت اكلت من جينات، فبالتالي هاي بتعطي مسج للخليه انها تروح عاملات لي ايش ابوبتوسيس. طيب انا هون خليه سرطانيه، هاي الخليه السرطانيه بتتقاوم الابوبتوسيس، فهل من المنطقي انه يحدث هذا الاشي؟ لا طبعا. فبالتالي في الخلايا السرطانيه تكون الاكتيفيتي تبعت التوليمرز بشكل كبيره بشكل مش طبيعي، فبحيث انها تحافظ على طول التوليمر، وبالتالي الخليه لا تدخل في الابوبتوسيس نهائيا. اذا في هاي الصوره باختصار زي ما حكينا جيرم لاين اورثوماتيك ميوتيشن في الفيرست هيت على الاي بي سي جين. اذكركم ما هو اللوكيشن تبعه، فاف كيو 21. الان ميثيليشن ابنورماليتيز او ان اكتيفيشن اوف نورمال اليل وهو السكند هيت، طبعا الاي بي سي له دور في البيتا كاتينين مش راح نحكي عنه شويتين لقدام. الان بروتون كوجين زي الكيراس، الكيراس موقعه 12 بي 12 لو ايش حكيت 12 مش عارف، فيعني ايش معنى كروموسوم 12 على الشورت ارم لوكس 12. البي 53 17 بي 13 او السمات 2 سمات 4 على اللوكس، هذول ما تركزوا عليهم، ركزوا اللي على بالشرح، لكن بصير لهم ميوتيشن فبصير في عند الادينوماس ميوتيشنز للتوليمريز، بالاضافه لعديد من الجينات راح يصير في عند ايش يتحول الى المالجننت فورم. الان تيومر بروجريشن ايش يعني؟ بدي اشوف كيف هذا يتقدم هذا التيومر هذا الورم. فهي باختصار ستيب وايز اكيوميليشن ميوتيشن، كيف هاي الطفرات تتراكم في الخليه، تتراكم في الخلايا السرطانيه، فبالتالي انكريزنج فيتشر اوف مالجنسي. فباختصار كل ما كانت الطفرات اكثر كل ما كان ايش ماله مالجننت اكثر. فزي ما حكينا لكم هذا يتغذى على الطفرات، غذاء الخليه السرطانيه هو الطفرات، فكل ما كانت الطفرات اكثر كان مور اجريسيف كان ليس ريسبونسيف تو ثيرابي. فمثلا عشان ابسط لكم اياهم، لو جبنا شخص اثنيناتهم تشخصوا في سرطان معين الله يبعده عننا وعنكم، فهذا السرطان الشخص A والشخص B، الشخص A شخص مبكرا والشخص B شخص متأخرا، يعني في الليت ستيجز تبعت السرطان، فبالتالي استجابة الشخص B للعلاج راح تكون أقل. ليش؟ لأنه هذا السرطان غير أنه تفشى، بالإضافة لذلك كان فيه ميوتيشن أكثر، وهذه الميوتيشن أكثر راح تخلي less responsive to therapy مقارنة في الشخص A اللي حنقدر زي ما بنقول نلحقه ونعالجه من هذا السرطان.
احد الامثله السي ام ال. السي ام ال ما هو السي ام ال؟ الكرونيك مايلويد لوكيميا، ولها اسم ثاني كرونيك مايلوجينوس لوكيميا. الان بس عشان اذكركم وتفهموا فكره السي ام ال، الان انا في عندي الهيماتوبايوتيك ستيم سيل الموجوده وين؟ موجوده في نخاع العظم بون مارو. هاي راح تعطيني شغلتين، تعطيني خليتين رئيسيات، راح تعطيني خليه ليمفويد لها دور، تعطيني خلايا لمفاويه وخليه مايلويد. هاي الخليه المايلويد راح تعطيني كل خلايا الدم ما عدا الخلايا الليمفاويه، اما الليمفويد لينج راح تعطيني التي ليمفوسايت، البي ليمفوسايت والناتشورال كيلر، ما عدا هذيك راح تعطيني المونوسايت، النيوتروفيلز الى اخره. الان كرونيك مايلو الكرونيك مايلويد لوكيميا بكون له دور في المايلويد لينج على راذر ذان الليمفويد لينج. تفاصيل هذا النوع من اللوكيميا مش كثير مطالب منكم هون حاليا، لكن اعرفوا لي هاي الشغله فقط. فراح يصير في عندي اللي هو الجينيتيك تشينج، راح يصير في عندي في الاماتشور فيرجن اوف مايلويد سيل. ليش في الاماتشور؟ اتفقنا حكينا لكم في المحاضره التاسيسيه اللي هي الاولى انه اللوكيميا يحدث في الاماتشور، بينما الليمفوما يحدث في الماتشور. ففي عندي كرونيك ليمفوبلاستيك لوكيميا، في عندي لوكيميا بصير من اوريجين اللي هو ليمفويد لينج، من خليه اصل خليه ليمفاويه. نعم بتكون هذيك الخليه ايش مالها؟ اماتشور غير ناضجه. فنحكي عنه نحكي عنه اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا على سبيل المثال. الان فالمايلويد سيل اتفقنا بتعطين ريد بلس سيل، بليتليت سيل، وايت بلس سيل، ما عدا الليمفوسايت زي ما حكينا اتفقنا عنها. الان راح يصير في عندي ابنورمال جين. هذا الابنورمال جين الهايبر جين اللي هو البي سي ار اي بي ال، اذكركم في مليون مره حكيت لكم هذا الجين ايش اسمه. هذا جاي من وين؟ من كروموسوم اسمه فيلادلفيا كروموسوم. فيلادلفيا كروموسوم ناتج عن ايش؟ عن الترانسلوكيشن 9 على 22، ما تنسوا لي شيء. الان هذا اللوكيميا، خلايا اللوكيميا راح تنمو وتنقسم، تغلد البون مارو ويصير فيها سبيلينج في البلد. فعشان هيك بهيك حالات مثلا على سبيل المثال انه ايش اللي بيحدد لي طبيعه العلاج؟ نوع السرطان. فمثلا انا عندي مريض عنده لوكيميا، هل منطق اروح والله اعمل له عمليه استئصال ورم؟ لا، ما في عنده زي ما تقول تيومر او كتله محدده اشيلها وخلاص تخلصنا. لا، هون ان الخلايا السرطانيه والخلايا اللي هي اللوكيميا متفشيه في الدم، فبالتالي بهيك حالات والله اللي عندهم لوكيميا بنروح بنفضل نعطيهم ايش؟ كيموثيرابي، علاج كيماوي في الدم. فعشان هيك طبيعه التيومر بتحدد طبيعه العلاج ممكن يتعرض له المريض. الان في عندي ايش اسمه درايفر اند باسنجر ميوتيشن. ما هم الدرايفر والماسنجر والباسنجر ميوتيشن؟ الباسنجر زي ما نحكي انه مرافقه للدرايفر لكنها مش كثير اساسيه، بينما من اسمها درايف ميوتيشن هي اللي تقود عمليه الكارسينوجينيسيس، هي اللي بتخلي لي السرطان يحدث، بينما الماسنجر اضافيه زي ما بتقول انه تدعم هاي الدرايفر ميوتيشن، لكن الدرايفر ميوتيشن هي الاساسيه. يعني باختصار اللي هو زي دقه السويتش، السويتش للسياره هو المفتاح، تحطه في الغال تبعه بعدين الشغل تلفه وشغل السياره. هسه على الكبسه صارت، بس الفكره انه الماتور عشان الماتور يشتغل، بينما الباسنجر زي ما بتقول هو الشيء الاضافي. سو درايفر ميوتيشن ار ميوتيشن ذات افكت ذا تيومر سيل اور سيلز اكتيفيتي اكتفلي، يعني هم بشكل اساسي وبشكل مباشر. الان هاي الميوتيشنز نحكي عنهم مقسمهم لعده ميوتيشن. فاول شغله بنسميها الانيشيشن ميوتيشن، يعني اللي بتبلش العمليه بتعمل انيشيتنج. فنورمال سيل خليه راحت بتصير في عندي كارسوجينيك انديوست ميوتيشن، طفره تحولها الى خليه نيوبلاستيك سيل. سم امبورتنت جين ار برودوسينج ذا انيشيشن ميوتيشن، يعني صار في عندي جينات مهمه زي تروما سبريسر جين، زي البروتون اونكوجين، صار في عندي ميوتيشن لهم، فبالتالي صار في عندي انيشيشن. فبالمحصله راح يكون في عندي الخليه تتحول من خليه طبيعيه الى انيشيتد بريكورسر وذ ستيم سيل لايك بروبرتيز. ايش ستيم سيل لايك بروبرتيز؟ انها تنقسم في عندي تلميز اكتيفيتي، تنقسم باستمرار الى اخره من البروبرتيز اللي بدنا نحكي عنهم. فعندي انيشيتد بريكورسر لسه ما صارتش ايش في عندي؟ الفاوندنج سيل. بينما الثاني صار في عندي الاكوزيشن اوف كانسر هولمارك، يعني انها تكتسب، فراح يصير في عندي مور درايفر ميوتيشن وراح يصير في عندي كانسر هولمارك تظهر. فالبريكورسر انيشيتد سيل راح تتحول الى ايش؟ فاوندنج كانسر سيل، الخليه المكونه للسرطان. بالتالي راح يصير في عندي فرذر جينيتيك ايفوليوشن، مور ميوتيشن الى اخره، راح يصير في عندي مور اكيوميليشن اوف درايفر اند باسنجر ميوتيشن، فبتحول ايش بالمحصله الى تيومر.
الآن بدي أختصركم هذا الكلام برسمة وتوضيح، ترجع تقرؤوه حتشوفوا إيش ماله باختصار إشي بسيط. الآن اتفقنا في المحاضرة الماضية على ماذا اتفقنا؟ اتفقنا إنه أنا في عندي سرطان أو التيومر جاي من خلية واحدة مونوكلونال، يعني خلية صارت عندي فاوندينج كانسر سيل تعطتني هذا التيومر. لكن هون بيجي بيحكي لي إنه هذا التيومر مكون من سب كلونز. ماذا نعني بالسب كلون وماذا نعني بالكلون؟ ماذا نعني ببولي كلون؟ بدي أرجع عيد عشان توضح الفكرة. الخلية السرطانية أصلها خلية واحدة، كل الخلايا السرطانية طالعين من هاي الخلية. طبعا بدي أحكي بولي كلونال إنه أنا في عندي خليتين مثلا، هذول الخليتين اثنيناتهم أعطوني التيومر كاملا. هذا الحكي ما بصيرش، لكن للتوضيح إنه لما يكون خليتين يعطوني هذا النسيج وهذا الكليات، بهاي الحالة بنسميه بولي كلونال، أكثر من خلية واحدة. فزي ما تقول إنه عدة خلايا اجتمعوا واعطوني هذا النسيج، لكن لا، اصل الخلايا السرطانية في التيومر خلية واحدة، لكنه مكون من سب كلونز. ايش يعني سب كلونز؟ الان في عندي ميوتيشنز اساسية، طفرات اساسية في كل الخلايا مشتركة. طب هل ممكن يصير في عندي طفرات مختلفة في كل فرع؟ نعم، لان احنا بنحكي عن كانسر، هذا الكانسر فيه ميزات. ايش ميزات؟ خلايا قادرة على انها تعمل ميتاستاسيس، خلايا انها قادرة تعمل انفيجن، خلايا قادرة انها تهرب من جهاز المناعة، اميون سيرفايلنس. طب هاي الشغلات ايش بصير في عندي؟ راح يجي لي فرع شوية خلايا، هذول الخلايا راح يصير عندهم ايش؟ اميون سيرفايلنس، يتقاوم جهاز المناعة. شوية خلايا راح يصير فيها ميوتيشن تخلي لي هذا السرطان قادر يعمل لي انفيجن، شوية خلايا قادر انه تخلي لي السرطان يعمل لي انجيوجينيسيس. ايش انجيوجينيسيس؟ انه يصير في عندي بلد فيسل يغذي هذا السرطان، بالاخير هو خلايا بتا ايش غذاء، فعند والسرطان هذا سرطان ذكي فبروح عنده شوية خلايا عامله هاي الميوتيشن، صار فيها هاي الميوتيشن. وشوية خلايا فيها مثلا صار في عندها ميوتيشن لحتى تقدر تعمل لي اللي هو الميتاستاسيس. اذا هاي كلون اساسيه طلع منها مشتقات اشياء بسيطه عملت لي هاي الشغله كلياتها. اذا زي ما حكينا هو مونوكلونال بروليفريشن وذ تايم الجينيتك ميوتيشن اكيوميليشن، فبعض الجروبات راح تعطي اللي هو ديفرنت ميوتيشن مختلفه عن الاخرى، وهذا وهذا الشيء بيخلي التيومر جيناتيكلي هيتيروجينس، يعني متفاوت من الاشياء. فزي ما حكينا انه سب كلونز راح يكون في عندي جنرال اسينشال كاركترستيك شيء اساسي، لكن في عندي شويه اختلافات. فزي ما حكينا some have ability to invade, some have evade immune surveillance, some stimulate angiogenesis etc. من الامثله. الان الهول ماركس اوف كانسر، علامات السرطان، ايش اللي بيميز خليه سرطانيه؟ فطبعا في عندي 6 هول مارك اساسيات، في عندي يعني حوالي هون 8 نقاط بدنا نكون عارفينهم كاملين. اول واحد وكثير مهم عشان نتخيل هاي الخليه السرطانيه، عشان تكونوا فاهمين الفكره، هاي الخليه السرطانيه خليه معتمده على حال، مش خليه معتمده على حاله بالمعنى الحرفي، حكينا لكم لما يكون في عند سترومال سيل هو البدعم، لكن بمعنى نمو ومعنى انقسام هاي الخليه في عندها ميزات. هاي الميزات انه هاي الخليه عندها بدها لازم يوصلها جروث سيجنال لحتى تقدر تنقسم والى اخره، فعندها سيلف سفيشنسي اوف جروث سيجنال، فبتدعم حالها من ناحيه الجروث سيجنال، ايذر بكون من خلال تفعيل البروتو اونكوجين انها تبني تزيد الريسبتورات للجروث فاكتور، من ناحيه انه تزيد الجروث فاكتور الى اخره، هاي صراحه نحكي عنهم بالتفصيل. بالاضافه انسنسيتيفيتي تو جروث انهبيتر او ان جروث انهبيتنج، انا في عندي بعض البروتينات بتثبط للنمو، فهاي البروتينات منطقيا خليه سرطانيه راح تكون غير حساسه لها، فالريسبتورات اللي بتكون لها بتروح عاطبيتهم بتروح بضلوا موجودين. عشان ايش؟ عشان بالمحصله لانه هاي الجينات او هاي البروتينز راح تثبط نمو الخليه، والخليه السرطانيه بتظل تنقسم، ما بينفع وما بيوفي مع هذا الكلام. الترد سيلولر ميتابوليزم، تغير في ميتابوليزم تبعت الخليه، وهذا طبيعي كون الخليه تنقسم بشكل غير طبيعي، فمنطقيا الميتابوليزم والايض فيها يكون ايش ماله؟ متغير. ايفيجن اوف ابوبتوسز اند ريبير، وهذا شيء منطقي، حكينا غذاء الخليه السرطانيه هو الطفرات. طب ما هو علاج الطفرات؟ الريبير، الاصلاح. طب ما دام هاي الخليه السرطانيه بتت ميوتيشن، تتغذى على الميوتيشن فتهرب من الريبير،
تهرم من الابوبتوسس، فالابوبتوسس يقتل هذه الخليه فبالتالي بتفل منهم، فانهيبيشن اوف برو ابوبتوتيك بروتين الذي يحفز الابوبتوسس اور انديوسينج انتي ابوبتوتيك جين انهم باختصار زي البي سي ال 2. سستين انجيوجينيسيس فانديوس فاسكولار بروليفريشن، زي ما حكينا بالاخير هي خليه تحتاج الى غذاء. ليميتلس ريبليكاتيف بوتنشال بسبب وجود تيلوميريز، زي ما وضحت لكم الان ما دام الخليه عندها تيلوميريز شغال بشكل مش طبيعي، فبالتالي التوليمر يحافظ على طوله، فبالتالي الخليه قادره على الانقسام بكميات ولمده اطول. فليميتلس ريبليكاتيف بوتنشال ability to invade and metastasize. بالاخير هذا malignant cancer، انا بحكي cancer revert to malignant neoplasia، فبالتالي بيقدر يعمل لي invasion و metastasis. الان evasion of immune surveillance زي ما حكينا some group of the tumor will have genes لحتى يحميها وتفل من الجهاز المناعي، وان tumor avoid or bypass neuro response او الاستجابة من اللي هو جهاز المناعة. الآن هاي الجينات أو الإيباجينيك ألتريشن، هاي التغيرات على مستوى الجينات أو الفوق جينية، الآن لحتى تعطيني هاي الهول ماركس اللي بنحكي عنهم may be accelerated by cancer promoting inflammation and by genomic instability. في عندي شغلتين رح يعملها إيش؟ acceleration تسارع. inflammation التهاب يحفز السرطان، ليش؟ لانه التهاب، في الالتهاب زي ما بنعرف انه راح يصير في عندي ريليسينج اوف جروث فاكتورز، بالاضافه للجينوميك انستابيليتي انه الماده الوراثيه والجينوم في هاي الخلايا غير مستقر، فغير مستقر فبالتالي بيصير في عنده ميوتيشن، الابيليتي لحتى يصير في عنده ميوتيشن اعلى من الطبيعي، فبالمحصل لما يصير في عندي الجينوم انستابيليتي بالتالي الميوتيشنز اكثر، فبالتالي راح يصير في عندي اللي هو ممكن يؤدي هذا الشيء لسرطان. الان نيجي نحكي عن اول نقطه من الهول ماركس وهي السلف سفيشنسي ان جروث فاكتور او ان جروث سيجنالز. اوكي نحكي عن اول نقطه عندنا اياها وهي السلف سفيشنسي ان جروث سيجنال. الان يعني اول نقطه راح نحكي عنها اللي لها علاقه في البروتو اونكوجين او الاونكوجين. الان البروتو اونكوجين وهي جينات سائده دومينانت جينز، حلو، هاي اول معروفه نكون عارفينها، في ان البروتو اونكوجين هي جينات سائده، راح تتحول هاي البروتو اونكوجين لأونكوجين. طب ما هي الأونكوجين؟ الأونكوجين هي بروتو أونكوجين لكن صار عليه ميوتيشن، هاي الميوتيشن خلات له يصير عندي اوفر ميوتيشن، هاي الاوفر اوفر ستيميوليشن، هذا الاوفر ستيميوليشن خلى لي هي ايش يصير في عندي مور أونكو بروتين. طب ما هم الأونكو بروتينز؟ الأونكو بروتينز نقسمهم ل 6 بروتينات و6 انواع بروتينات. طب هذول 6 انواع بروتينات انا كيف بدي احفظهم؟ انا اقول لك بسيطه، بدنا نمشي سيناريو، مش انا في عندي سيجنالينج للجروث، سيجنالينج للجروث هذا في سيناريو معين. ما هو السيناريو؟ انا اقول لك سيناريو كالتالي، انا في عندي خليه، سطح هاي الخليه في عندي ريسبتور، هذا الريسبتور بيرتبط في جروث فاكتور معين، هذا الجروث فاكتور لما يرتبط في الريسبتور حيعمل conformational change، راح يروح على جوا الخليه يفعل لي كاسكيد، هذا الكاسكيد هو السيجنال ترانزكشن بروتين، حلو، هذا السيجنال ترانزكشن بروتين كيف بده يصير في عندي ستيميليشن؟ ما هو بده يحفز جينات جوا الخليه، طب كيف؟ بده يروح على ترانسكريبشنال فاكتورز، طب هذا الترانسكريبشنال فاكتور راح تروح على ايش؟ راح تروح جوا الدي ان اي، تروح شغاليه لي على الدي ان اي، فتدققوش على الرسمة، الفكرة هون راح تطلع لي ايش؟ طلع لي شغلتين، طب مش خلية راح تنقسم وصلت لسيجنال، معناته أنا في عندي أنتي أبوبتوتيك بروتين شغالات، بالإضافة لذلك في عندي سيل سايكل، مش أنا بالأخير الخلية بدي إياها تنقسم، بدي يصير فيها بروليفريشن، فبالتالي بحاجة لسيل سايكل بروتين، إذا هذول هم الست بروتينات يا حلوين، حكيناهم برسمة بسيطة نعيد، أول بروتين عندي إياه هذا هو حبيبنا اللازم لجروث فاكتور، ثاني بروتين حبيبنا اللازم وهو السيل سيرفس ريسبتور، ثالث بروتين السيجنال ترانزكشن بروتين، رابع بروتين ايش هو؟ الترانسكريبشنال فاكتور، طب الخامس بروتين السيل سايكل بروتين، طب سادس بروتين
الانتي ابوبتوتيك بروتين، هذول هم 6 بروتينات اللي بخص الجروث تبعت الخليه، فهذول هم اللي بنكون ندرسهم نكون عارفينهم. نعيدهم بشكل سريع في التفريغ: جروث ريسبتور، سيل سيرفيس ريسبتور، سيجنال ترانزكشن بروتين، النيوكلير ترانسكريبشن فاكتور، سيل سايكل بروتين، وانهبيتورز اوف ابوبتوسيس. فأونكوجينز انكود بروتين بنسميهم اونكو بروتين، هذول الاونكو بروتين بروموت سيل جروث ايفن ان ابسنس اوف نورمال جروث بروموتنج سيجنال، وهذا الشيء راح نشوفه كمان شوي. يعني بالرغم انه ما في عندي نورمال جروث بروموتنج سيجنال موجوده، لكن هاي الاونكوجين حكينا ايش مالها، فيها ميوتيشن ففيها جين اوف فانكشن لتظل شغاله على طول. الان الجروث فاكتورز نجي نحكي عنهم واحد ورا الثاني. الان الجروث فاكتور، الجروث فاكتور هو ستيميليتر طبعا، كيف الخليه او كيف يتم تاثير في الخلايا السرطانيه من ناحيه الجروث فاكتور. هي الخليه نفسها بتصنع الجروث فاكتور اللي هي بتحتاجه، بصير في عند الافكت الاوتوكراين او من اذر سيلز اللي هم الاسترومال سيلز بتروح محفزه لي اياها تعطيني اللي هو الباراكراين افكت. فاختصر لكم اياهم برسمه. حلو، لا انا في عندي خليه سرطانيه وعندي خليه استرومال سيل، حلو جميل، بس عشان نغير اللون هاي الاسترومال سيل. حلو، لا يا الخليه نفسها بتصنع جروث فاكتور، وهذا الجروث فاكتور بيجي يرتبط على الريسبتور الموجود على سطح هاي الخليه، فهذا الافكت بسميه الاوتوكراين، اي ان الخليه تصنع جروث فاكتور بياثر عليها او اوتوكايز بياثر عليها نفسها، او بتروح محفزه للاسترومال سيل لحتى تفرز لي عبارة عن الجروث فاكتور ويرجع يرتبط في الريسبتور، وهذا الافكت اللي بطلق عليه الباراكراين. As simple as that. فكانسر may secrete their own growth factor, autocrine, or induce stromal cell to produce growth factor into microenvironment. هذا الباراكراين. Some cell cancer كثير مهم acquire growth self-sufficiency من خلال انه ability to synthesize the same growth factor to which they are responsive. فالخلية السرطانية خلية ذكية بتكون عارفة شو الجروث فاكتور اللي بتحتاجه، فبروح مصنعة منه بكميات كبيرة. الان الجروث فاكتورز اللي بنكون عارفين هم مهمين جدا 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 جدا، هم 2 مش مطلوب تحفظوا اكثر من كده. بليتلت ديرايفد جروث فاكتور بي تي جي اف بشوفه، وكمان 1 في الجلوبلاستوماس. الجلوبلاستوماس جليال سيل، جليوبلاستو يعني الخليه، نقول الجذعيه للجليو للجليال سيلز، فالجلوبلاستوماس اي تكون عباره عن ماس وكتله منها. Happens في central nervous system and represents the worst grade in gliomas. ليش باختصار؟ لأنها طبعا بتكون في هاي الحالة very aggressive، وبتكون في الستيج 4، فبتكون ايش مالها late stage، طبعا بتكون late stage يعني خلاص بتكون حالة خطرة وشبه ميؤوس منها. الآن the third factor الثاني نحكي عنه، وهو transforming growth factor، اسمه ايش؟ TGF alpha. TGF alpha مش بيتا، TGF beta هو tumor repressor not tumor او اونكوبروتين. فالتي جي اف الفا وين بنشوفه؟ سبسيتس اوف ساركوما. كثير مهم النوت، هاي نوت كثير مهمه. ايش هي بتحكي النوت؟ اونكوبروتين كولد راس، هذا الراس طبعا هو برودكت اوف ذير اوف اذر اونكوجين، رح نحكي عنه كمان شويه. الان وش اندوس ذا اكسبريشن اوف جي اف الودور من ناحيه الاندكشن اوف سينثيسيس اند اكسبريشن اوف جروث فاكتورز، فبصير في عندي ايش برضه؟ اوفر اكسبريشن اوف سيرتن جروث فاكتور. اذا هذا هو الجروث فاكتور اللي بنكون عارفين عنه. احسن سيرفس ريسبتور، الله ما في صعوبة. الان هو ريسبتور للجروث فاكتور، انا هذا اللي بدي اهتم فيه. فالريسبتورز اللي لهم علاقة في الجروث غالبا بكونوا عندهم تايروسين كاينيز اكتيفيتي. ايش يعني عندهم تايروسين كاينيز اكتيفيتي؟ في عند سيرتون ريزيدو اللي هي تايروسين بصير عليها فوسفوريليشن، اللي انه باي ديفولت راح يصير في عندي اللي هو بروموتنج سيل جروث. فعن ميوتيشن يعني ركز علي، الان بده يصير في عندي ميوتيشن الريسبتر. طب هذا الريسبتر اللي ميوتيشن راح يصير عليه بشغلتين، طب كيف؟ يا يعني الريسبتر بيشتغل الريسبتر موجود او لا، او كانه او انه بروح زايده لعدده، فبالتالي ايش بصير في عندي بالمحصله؟ فبالتالي بصير في عندي هايبر سنسيتيفيتي للجروث فاكتور. يعني اختصرها عليك، لنفترض انا في عندي خليه عندها سطح 3 ريسبتورات، هذول 3 ريسبتورات عملت ميوتيشن فخلتهم شغال لطول الوقت بدون ما اعمل ايش؟ بدون ما احتاج لجروث فاكتور. اذا هذا النوع الميوتيشن الاول، فصار في عندي سيل جروث. هذول الثلاث في الميوتيشن الثاني بدل ما صاروا 3 خليتهم 20. طب ما دام خليتهم 20 معناته اي كميه جروث فاكتور قليله راح تكون كافيه لانها تعطيني سيجنال كبيره، بالتالي يصير في عندي جروث. فايش بحكي لهون؟
أول إشي it will be أول mutation it will which it will be always activated even in the absence of growth factor or the receptor increase in number leading to hypersensitivity to growth factors responsive at low amount of growth factor. إذا هذول هم الحالتين. طب إيش اللي أنا مطلوب مني هون أحفظهم؟ أنا أقول لك إلا ما نكون عارفين إنهم هم واحدة من عائلات الإبيديرما الجروث فاكتور ريسبتر الإي جي إف ريسبتر فاميلي. هذول الإي جي إف ريسبتر فاميلي عندهم عدة ريسبترات نهتمين باثنين منهم. طب إيش هم الاثنين؟ بسيطة، هاي دول اثنين لهم اسم مشترك اسمه إيش؟ ERPB واحد واثنين. طيب بسيطة، الـ ERPB واحد وين راح ألاقيه؟ راح ألاقيه في 80% من السكوين مثل كانسر في اللنج و 50% بالجليوبلاستوماس. ما ننساهوش الجليوبلاستوماس شو المين جروث فاكتور في البي دي جي اف. حلو، الـ ERPB بي بي اثنين اسمه ثاني هيرتونيو. الهيرتونيو له علاقة في الامبليفيكيشن في البريست كانسر بشكل أساسي وبشوفه في 20% من الأوفري والسمك والسلايفري جلاند كانسر. بس اعرفوا لي هيك. الآن أنا increasing this receptor lead to poor prognosis. ليش باختصار إنه هذا الإشي؟ لأنه باختصار لما يزيد عددهم فبالتالي راح يكون إيش ماله؟ التيومر ينقسم درجة أكبر فبالتالي راح يعطيني إنه poor prognosis poor outcome لهذا الكانسر. ف presence such epidermal growth factor receptor in a tumor play role in deciding in either immunotherapy or target therapy against this receptor. لأنه بشوف هل أنا أروح أعمل target therapy لهذا الريسبتر أو أنا أعمل immunotherapy. بحسب هالأشياء هاي مش كثير راح تأخذ تفاصيلها هون لقدام إن شاء الله بكون فيها. For example بحكي لي إنه in breast cancer hertonio أو ERBB2 amplification where there is overexpression of hertonio receptor. فبهاي الحالة بحكي لي إنه the tumor intend to be responsible راح يكون مستجيب لـ certain antibody وبكون monoclonal antibodies. نرجع نحكي كلمة مونوكلونال. ايش يعني مونوكلونال؟ يعني مش حكينا هي كلون طالع من خلية واحدة، ففي عندي البلازما سيل راح تعطيني كلون. ايش هي البلازما سيل؟ هي خلية بائية مفعلة تفرز الأجسام المضادة راح تعطيني كلون فتعطيني بوبيوليشن اوف سيل. هذا البوبيوليشن اوف سيل بفرز لنفس الانتيبادي فبسميه مونوكلونال انتيبادي اتاتشينج تو ذيس ريسبتر اند بريفنتينج ذا جروث فاكتور تو بايند اون ذيم. يعني راح يرتبطوا فيه ويمنعوا لي من الارتباط. هاي هو الجروث هاي هو السيل سيرفيس ريسبتور. الان نحكي عن شغله ثانيه. طب ما هي الشغله الثانيه؟ حكينا ست انواع للبروتينات. هل حندرس الست بروتينات؟ حدرس الست بروتينات وماله، ايش ناقصك؟ عندك عقل بتفكر بني ادم فهمان؟ دخلت كليه الطب حتدرس اشياء زي هيك؟ تدرس الست بروتينات وما المانع انك تدرسهم. نيجي نحكي عن البروتين الثالث سيجنال ترانسدكشن بروتين، حيقولوا له المسج للترانسكريبشن فاكتور. الله، فكانسر سيلز اوفن اكواير جروث اوتونومي از ريزلت اوف ميوتيشن اوف جين ذات انكود كومبوننت اوف سيجنالينج باث واي داون ستريم اوف جروث فاكتور ريسبتور. فبعض الانكوجين راح يصير في عندي بالمحصله ميوتيشن، هاي الميوتيشن بتاثر لي على الترانسدكشن بروتين فبصير لهم اوفر اكتيفيشن. فعلى سبيل المثال في عندي اثنين، الاثنين هذول بدي ركز عليهم عليهم. ايش هم الاثنين؟ الراس والنون ريسبتور اي بي ال. النون ريسبتور اي بي ال راح نحكي عنه كمان شوي. نيجي نحكي عن اول واحد الراس، واثنيناتهم بروتو جايات من بروتو اونكوجين او اونكوجين وهم اونكو بروتين. لا نيجي نحكي عن الراس. الراس نحكي عنه اول مهمه، وهي المهمه جدا مهمه. راس از ذا موست كومنلي ميوتيتد اونكوجين ان هيومن تيومر. يعني اكثر شيء شائع جدا نشوفه في السرطان صار فيه ميوتيشن هو ايش؟ الراس. طيب كلام جميل، كلام حلو. نيجي نحكي ايش في كمان عندي. فهاي الميوتيشن هي بوينت ميوتيشن. ايش يعني بوينت ميوتيشن؟ تغيير كودون، كودون تغيير قاعده نيتروجيني كانت ايه صارت جي. طب هذا الحكي وين صار؟ في كودون رقم 12 وكودون رقم 13. طيب ما هو الكودون؟ اذكركم بمعلومات جينيتكس. الان انا في عندي نذكركم الكودون عباره عن ثلاث احرف. مثلا عندي بس البوينت ميوتيشن عشان على مستوى دي ان اي، مثلا نحكي اي تي تي جي سي تي اي الى اخره. ففي عندي كل ثلاث احرف لهم علاقه في كودون نحكي هون زياده سي. هذا في الدي ان اي. ففي الكودون رقم 12 و13 لنفترض 12 و13 في عندي قبليهم من واحد الى اخره ما بهمني. صار في عندي بوينت ميوتيشن، مثلا هاي سي صارت جي او صارت اي او صارت T.
تي، اذا هاي صار عندي ايش بوينت ميوتيشن. فبصير في عندي بوينت ميوتيشن فيها باي كودون 12 و13. حلو. طبعا ذا هذا الكامونس اونكوجين ميوتيشن تحدث على الاقل في 30% او اكثر من السرطانات، ما هو الموست كامون ميوتيشن اونكوجين، وسبيشالي في البنكرياس والكولون. طيب حلو. الان اكتيفيت دراس ستيميليتس داون ستريم ريجليترز، عده ريجليترز في الباثوي، راح ايش من المحصله؟ اوف بروليفريشن. بالمحصله هذا السيجنال ترانزكشن بروتين او باثوي له دور ومهم جدا في اللي هو سيل بروليفريشن. فاوفر اكتيفيشن اوف سوتش باثويز الخليه تنقسم لدرجه اكبر، فكونفرجن ذا نيوكليوس اند التر ذا اكسبريشن اوف جين ذات ريجليت سيل جروث، اللي هو باختصار راح ياثر على ترانسكريبشن فاكتور يدخلوا له على النيوكليوس، اللي بالمحصله راح يروحوا يعطونه اللي هو السيل جروث. كلام جميل جدا. فنختصرها على بعض، نختصرها على بعض ازاي؟ نحكي النورمال ونحكي الاب نورمال. الله، هو ده كلام، هو ده الكلام. مش حاجة في عندي نورمال. طب النورمال للراس ايش هو النورمال للراس؟ هاي هو في الرسم النورمال للراس. الان هذا الراس في عندي جروث فاكتور، هذا الجروث فاكتور ارتبط في ريسبتر، لما يرتبط في ريسبتر بالمحصلة فعل لي الراس. طب كيف فعل الراس؟ الراس نذكركم في الجي بروتين، الراس شكل من اشكال الجي بروتين. طب ايش هو الجي بروتين؟ هو بروتين مرتبط في احد اشتقات مشتقات الجي تي بي. طيب اذا كان مرتبطا في جي دي بي، ركز على كلمه جي دي بي، اذا كان مرتبطا في جي دي بي جوانوسين دايفوسفيت فيكون معطلا. طب بدي افاعله كيف؟ ازاي؟ بروح مخليه رابط في جي تي بي. فلما يكون الاكتف راس بيكون مرتبط بجي تي بي، هذا الاكتف راس راح يشتغل لي على تو باثويز. اول باثوي في الماب كاينيز، انذر باثويز اللي هو البي اي 3 كاينيز، اللي هو الفوسفونيس 3 كاينيز اللي حتدرس اللي حتدرسوه في الجينيتكس ان شاء الله. ما بدي اهتم في التفاصيل، بنكون عارفين بس الباثويز ان جنرال. بالمحصله اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن سيرتن ترانسكريبشن فاكتور اللي لهم دور في السير سايكل زي الميكرو بروتين نحكي عنهم. طب الان انا بدي اخلص، خلصنا من دور الراس، الخليه بدي اياها تنقسم، بدي اشوف بروليفريشن، وقفت هاي السيجنال، ازاي اوقف الراس من الشغل؟ الله، طب مش حكينا عنده جي تي بي، بدي ارجع لجي تي بي ازاي؟ فبحتاج جي تي بي اس. طب هذا الراس هل فيه بيحتوي على جي تي بي اس نفسه؟ لا، بيجي بروتين، هذا اسمه البروتين جاب. طب ايش يعني جاب؟ جي تي بي از اسوشيتد بروتين، وهذا البروتين بيروح مكسرها للجي تي بي، محولي اياها للجي تي بي، فبالتالي خلي الراس اكتف. طب حتحكي لي يا الله من هنا حتفكر لي بشغله، ايه هي الشغله؟ الشغله انه في عندي تو ميوتيشنز هون ممكن يحصل. الله، طب في تو ميوتيشن، ايش هم؟ انا حقول لك التو ميوتيشنز اللي حيحصلوا، واحده منهم تخليها للراس شغال 100% بدون وجود الجي تي بي. الله، هاي ميوتيشن تحصل؟ تحصل عادي يا راجل، وين المشكلة؟ بينما الميوتيشن الثاني اروح مخسر الجي تي اي بيز من الجاب. الله، هاي ميوتيشن. طب ايش ينتج من خلالها؟ اول ميوتيشن لما اخلي الراس شغال بدون الجي تي بي، بالمحصلة راح يصير في عندي اكتيفيشن لهذا الباثوي، اكتيفيشن لايش؟ للسيل سايكل او للسيل جروث. طب الله، والجاب بروتين الجي تي اي بي از اسوشيتد بروتين، لو صار في ميوتيشن هاي الميوتيشن حتخسر. طب ما هي خليه ذكيه، خليه ذكيه، فبالتالي الميوتيشن بتكون مستفيده منها، فدي الميوتيشن بتخليها للجاب متعطل، الجي تي بي از مش متعطل، تخليها متعطل مش متعطل. فبالمحصله الجي تي بي حيضل مرتبط في الراس، فبالتالي حيضل شغال على طول في الحالتين، دي ولا دي حيضل يشغل البثوي على طول. فبالتالي بالمحصلة حيحصل ايش؟ حيحصل انه سيل جروث. فهاي الميوتيشن تحدث اللي هي تحديدا الثانية الجاب بروتين ميوتيشن راح تكون في النيرو فايبروماتوسيس تايب 1، وهو كومنس اونكوجين ميوتيشن في هذا التايب. خلصنا النوع الاول، نيجي نحكي للنوع الثاني. ما هو النوع الثاني؟ نون ريسبتر اي بي ال. حيكون صعب زي اللي قبله؟ لا، حيكون ابسط. والله ليه نكذب على بعض؟ ليه نكذب على بعض؟ أمال نيجي نحكي عنه موقفين ليه؟ أول حاجة هو نون ريسبتور اس بي ال. كيف يعني؟ هناك في عندي ريسبتور، عندي ريسبتور غير لي. طب هون في عندي ريسبتور؟ لا. طب الريسبتور ايش فيه؟ تايروسين كاينيز اكتيفيتي. طب هون ايش حيصير في عندي؟ اللي حيصير في عندي انهانس تايروسين كاينيز اكتيفيتي without the need of receptor. فعشان هيك نحكي نون ريسبتور اي بي ال. اذكركم الاي بي ال وين شفناه؟ شفناه بي سي ار اي بي ال. الله، وين شفناه ده؟
في الفيلادلفيا كروموسوم، حكيت لكم ما تنسوا ليش هي ترانسلوكيشن، وين كروموسوم 9 و22. فالترانسلوكيشن 9 البي سي ار على كروموسوم 22 والاي بي ال على كروموسوم 9، فراح يصير عندي ايش؟ بي سي ار اي بي ال هايبريد جين. فالنورمال سيل الاي بي ال كثير مهم النقطه هاي، يا الله شو انها مهمه بدك تركزوا لي فيها. الاي بي ال لو لقيناه جوا النواه، لو ظل جوا النواه، لو بقى جوا النواه ات بروموت ابوبتوسيس، لما يكون جوا النواة وينتج جوا النواة فهو له دور كثير مهم بروموت ابوبتوسيس. لكن لما يصير في عندي هاي الترانسلوكيشن، لما يتكون الفيلادلفيا كروموسوم راح يصير في السيتوبلازم. الله لو تغير موقعه حيتغير وظيفته، امال ازاي؟ هو بيشتغل حسب مكانه، كان في النواة بيعمل لي ابوبتوسيس، لو كان في السيتوبلازم هو it will enhance tyrosine kinase activity without the need of receptor. فهو نعمل receptor as a result، بالتالي cell proliferation، بالتالي هو مش جوا النواة، هذا هو السبب. فعشان هيك ما في عندي apoptosis at all. اذا هون انا بهاي المديتيشن منعت حدوث الابوبتوسز، من انه الخلال طلعت الـ ABL من جوا النواة لبرا وخليته متوافر في السيتوبلازم، بالاضافة وجوده برا فعل لي التايروسين كاينيز اكتيفيتي بدون الحاجة للريسبتور، هذا اللي صار في عندي سيل بروليفريشن. فبهاي الميوتيشن شو الاكشن اللي صار؟ اكتيفيتنج سيل بروليفريشن بحيث نطلع على السيتوبلازم اند انهبيتنج ابوبتوسيس اوف ذا سيم سيل. بدي تركزوا لي، وهذا سؤال وارد ممكن يجي في الامتحان، حيحكي لك one of the following mutation result in activating cell proliferation and inhibiting apoptosis in the same gene. حيحط لك 17 خيار، انت تروح للخيار اللي بيحكي اما translocation 9 22 او بيحكي لك PCR ABL hybrid gene. ما تنسوا لي شيء اياها لو سمحتوا. نيجي نحكي عن الشيء الثالث. حكينا عندنا 6 بروتينات، ايش هم الستة؟ نرجع نعيدهم: جروث فاكتور، ريسبتور، سيجنال ترانسدكشن، نيوكلير ترانسكريبشن. الله حنحكي عنه. ايش هو؟ ابن بطة سودا؟ لا مش ابن بطة سودا، نحكي عنه. امال ايه؟ فالنيوكلير ترانسكريبشن فاكتور باختصار هم اللي حيعملوا لي انه يصير في عندي ترانسكريبشن لسيرتن بروتينز اللي بروموت سيل جروث، اللي لهم دور في انقسام الخليه. طب نيجي نحكي عنهم. The ultimate consequences consequence of signaling through oncoprotein زي الراس او الاي بي ال، هو راح يصير في عندي ايش؟ ان ابريبيت اند كونتينوس ستيميليشن اوف نيوكلير ترانسكريبشن فاكتور. فبالمحصله شغلهم هو على الدي ان اي من خلال ايش؟ من خلال نيوكلير ترانسكريبشن فاكتور. بالمحصله ايش؟ drive the expression of growth promoting gene، هي جينات بتخلي الخليه تنقسم وتنمو. هذلك فكره الانكوبروتين هي بروتينات تحفز ترانسكريبشن فاكتور، تحفز expression of growth promoting routine. والله عجبه، انا فاهم عليكم. تخيلوا التالي، شو بدنا نتخيل؟ ايش بدنا نتخيل؟ انا نتخيل شغله، نتخيل انا بدي اسوق سياره، والسيارة لحتى السوق لازم تشتغل. طيب ايدي هي اللي شغلت من خلال المفتاح وخلت السيارة تتحرك من خلالها. اذا باختصار المفتاح هو اللي خلى السيارة تشتغل، بينما انا هو اللي حركت المفتاح. فباختصار الانكوبروتين ما نفترضهم هو السويتش تبع الخلية اللي بيخليها اشتغلي، يلا بدي اياك تنقسم. الان عندي امثلة ترانسكريبشن فاكتور، امثلتهم الميك والجن والفص. بدي اهتم بايش؟ بالميك الام واي سي. الام واي سي جين باختصار هو راح يعطينا بروتين، وهذا البروتين كثير مهم انتجريت وذ دي ان اي ليدنج كثير مهم تو اكتيفيشن. اكتيفيشن اوف شي ايش؟ سايكلين ديبندنت كاينيز اللي لهم دور ايش؟ في السيل سايكل. ما دام هذول لهم دور في السيل سايكل، فعلت السيل سايكل خلاص الخليه بلشت بروليفريشن. وانس ذا سيل كومبليتد سيل سايكل راح يصير في عندي داون ريجوليشن للميك بروتين، وهذا منطقي. ليش؟ خلاص الخليه راح ترتاح، توقف تهدي، تعال وناس خلص هدي ما عليك وحده الله خلاص، فصير عندي ستوبج للبروليفريشن. طب الكانسر سيل هذا خليه طبيعيه، الخليه السرطانيه مش خليه طبيعيه، خليه ذكيه تهرب. فبصير في عندي ميوتيشن للميك بروتين، راح يصير في عندي sustained activation of it. As a result راح يصير في عندي ايش؟ راح يصير في عندي more activation of CDKs. As a result more cells، بالتالي more activation initiation cell cycle، يعني الخليه تصير تنقسم درجه اكبر. مثال مهم جدا: الديسريجيليشن اوف ميك بسبب ترانسلوكيشن. اي ترانسلوكيشن؟ 8 و14. 8 و14 هو وين بشوفه؟ في البيركت لمفوما.
إذن بيركت لمفوما 8 و14 ميك بروتين. امبليفيكيشن لسج ديسريجوليشن بنشوفه في نيوروبلاستوما، في البراست والكولون واللان كانسر، ما تنسوا ليش يوم برو. الله، نيجي نحكي عن السيل سايكل بروتين، ده كلام جميل جدا نحكي عنه. نكمل الصدمة الحلوة ونحكي عن السيل سايكل بروتينز. هذول السيل سايكل بروتين نوعين، لا ثالث لهما ولا رابع، ما فيش واحد، هم اثنين. ايش هم؟ سايكلين وسايكلين ديبندنت كاينيز. حلو، اثنيناتهم ايش شغلهم؟ ريجوليت السيل سايكل فيز. اخترعنا الذرة هون؟ لا طبعا. الان السايكلينز غالبا برمز لهم في الفابتس بحروف، بحكي اي بي دي اي، وكل واحد فيهم طبعا له سبيسيفيك ستيج من السيل سايكل. اذكركم السيل سايكل عندي تو فيزز، عندي الانتر فيز وعندي الميتوتيك فيز. طب ايه اللي بيحصل في كل واحد فيهم؟ الانتر فيز الخلية تتجهز للانقسام، ففي عندي 3 فيزز. جي 1 فيز الخلية تبلش تنمو وتكبر وتجهز حالها ليش؟ لحتى يصير في عندي ريبليكيشن في للدي ان اي في الاس فيز. في الاس فيز يحدث دي ان اي ريبليكيشن فتتضاعف المادة الوراثية. في الجي 2 فيز الخلية تكمل نموها واستعدادها للانقسام، بعد هيك بس تخلص جي 2 فيز تدخل في الميتوتيك فيز وتنقسم، وبلش في عندي عملية انقسام بروفيز، ميتافيز، انافيز، تيلوفيز، سايتوكينيسيز الى اخره، كينيسيز الى اخره من الفيزز. لكن هذا جنرال ايديا عشان اذكركم. فعندي سايكلينز اي بي دي اي، كل واحد له سبيسيفيك. فعندي السايكلين ديبندنت كاينيز، وزي ما حكينا ايفر سايكلين از سبيسيفيك تو سبيشال ستيج، وطبعا له دور مع اللي هو مع نوع معين من السي دي كيز. فاول حاجه راح نحكي عنها انه السايد سي دي كيز طبعا راح اشوف راح احكي عنهم ايش بارقام سي دي كي 1 سي دي كي 2 الى اخره من الامثله. طيب حلو، الان بحكي لي هون انه السايكلين كونسنتريشن انكريزنج ذس سبيسيفيك فيز اند ديكريز رابيدلي اخر ذس فيز. منطقيه، انا بحتاج السايكلين ده عشان اخلص الفيز ده، بيرتفع تركيزه فيه وبس يخلص بيخلص. حلو حلو، نذكركم نتخيل السيل سايكل عمارة. في العمارة اول اشي بحتاج ايش؟ الطوبرجي. الطوبرجي يعمل ليش؟ يعمل لي سلسلة الحديد، يربطهم مع بعض، سلاك من هون من هون من هون من هون، انتهت وظيفته بيجي لمين؟ الناس اللي حيعملوا لي الصب، يصبوا الاسمنت. طيب خلصنا، خلص دورهم. اذا وجود الطوبرجي مهم في عملية الطوبار، تحديد هيكل البيت والاخره، وجود البصب مهم وقت ما صب الاسمنت. طب بيجي دور مين هسا؟ دور اللي بده يحط بيبني بلوك. اذا كل واحد فيهم متخصص بشغله ونفس المبدا راح يكون موجودين وقت هذيك الشغله. مش معقول انا قاعد ببني بلوك ويجي له طوبرجي او بيجيني واحد بيعمل صبه، او مش منطق انا قاعد والله بعمل طوبار ويجيني قصير. لا، فكل واحد لازم يجيب وقته، ف بيكون مرتفع تركيزه في هذيك الستيج وبصير ديكريز رابيدلي بس يخلص هذا الفيز. فور اكزامبل سايكلين اكتيفيت سي دي كيز، هاي كثير مهمه جدا، وهاي الفانكشن مهم جدا انه بيحكي لي انه سايكلين اكتيف سايكلينز، يعني بالمحصله راح يفعلوا لي السايكلين ديبندنت كاينيز. ما هو اسمهم سايكلين ديبندنت كاينيز، فمنطقيا السايكلين هم اللي راح يفعلوا لي اياهم. هذا السايكلين ديبندنت كاينيز ليدنج تو فوسفوريليشن ساتش بروتين هو الار بي بروتين، وهاي الفوسفور راح تعمل لي انه ان اكتيفيتنج ايه له. خلوا لي يا هلا بعد لما نجي نحكي عن تيومر سبريسر بروتين، تيومر سبريسر بروتين راح نحكي عن هذا بدرجه اكبر. الان في عندي تو تشيك بوينت ومهمين جدا، الجي 1 اس ترانزيشن، يعني لما انتقل من جي 1 للاس في عندي هاي تشيك بوينت عشان اشيك الوضع تمام. بعد هيك عندي التشيك بوينت الثانيه ما بين جي 2 والام فيز، هذول بدي اهتم فيهم. فهذول طبعا في عندي يصير في عندهم ريجيليشن بدرجه ايش؟ يصير في عندي بالانس. بالانس بين ايش وايش؟ جروس سبريسنج وجروس بروموتنج. كيف يعني؟ الان اذا هناك عملنا تشيك، الخليه نجحت في هذا التشيك، تيومر جروث تيومر جروث بروموتنج بضلوا شغالين بتكمل الخليه. طب هناك الخليه صار في عندي في عندي مشكله، بتقول وقف، بيجي الجروث سبريسنج فاكتور، وقف ما تكمليش النمو، في عندك خلل يا خليه، في عندك دمج في الدي ان اي، صلحي دمجك بعدين بنشوف. اذا كان في عندي سنسورز للدي ان اي دمج انه في دمج ولا لا، صلحي الدمج
اعملي ريبير او بتكمليش. ما طب ما صلحتهوش بتقول هنقلع، ظلك واقفه هون ممنوع تكملي، بصير في عندي سايكلرز. طيب ايش ممكن يصير؟ شيء ثاني؟ ممكن يصير في شيء ثاني. ممكن بتقولها خلاص انت خليه ما بتفيدينيش، انت خليه متضرره، خليه مريضه، انقلعي موتي، يصير في عندي ابوبتوسس. الان السايكلين دي كثير مهمين، هذول نحفظهم يعني، شرحت لكن حتحفظهم. ايش هم؟ سايكلين دي اكتيفيشن اوف 4 و سي دي كي 4 و 6 لهم دور جي 1 لاس فيز، سايكلين اي مع سي دي كي 2 جي 1 لاس فيز، سايكلين اي سي دي كي 2 بالاسل اللي هو الاسل مش الاسل الانفيز اللي هو هاي جي 2 الانفيز. السايكلين بي ورك بدرجه اكبر ل اللي هو ل الجي 2 للام فيز تشيك بوينت. هم 3 تشيك بوينتس بدرجه اساسيه، هون في تشيك بوينت، هون في تشيك بوينت تقريبا، هون في تشيك بوينت، كل واحد فيهم بيشتغل في منطقه معينه. الان الاكتيفيتي في سي دي كيز اللي هم السايكلين ديبندنت كاينيز والسايكلين ريجوليتد باي سي دي كي انهبيتورز. الله اخترعنا ذره هون. سي دي كي ايش اسمهم؟ ايش اسم المثبطات؟ سايكلين ديبندنت انهبيتورز. طب ايش هم الانهبيتورز؟ نحكي عنهم الان. زي ما عندي انا في عندي اكتيفيتورز، منطقي جدا يكون في عندي انهبيتورز. الله مش ما فيت الا عندي جروث بروموتنج فاكتورز، وعندي جروث بروموتنج فاكتورز، فما عندي اكتيفيتر للسايكل، في عندي انهبيترز. والانهبيترز طب كيف بدك اكتب لهم؟ سي دي كي اي اختراع ذره، حكيت بدل ما احكي سي دي كي حكيت سي دي كي اي، يعني سي سايكلين ديبندنت كاينيز انهبيترز. الله اختراع ذره. فهذول نوعين. كمان نوعين. شو من نوعين؟ يا بكونوا سيلكتيف بتنقوا نوع معين من السي دي كي، يا بكونوا ايش مالهم نون سيلكتيف. ايش يعني نون سيلكتيف؟ على الكل. طب كيف اميز بيناتهم؟ بسيطه، لهم ترقيم، يا الترقيم ده اكبر من 20 يا اقل من 20. اذا كان اكبر من 20 نون سيلكتيف، اذا كان اقل من 20 بكون سيلكتيف. والمطلوب منا بي 14 بي 15 16 18 و19 هذول سيلكتيف انهبيتورز، وهم بنضموا وتحت فئه جروب بنسميها انك 4 جروب، تحتوي 14 15 16 18 19 انك 4 يعني اربع عددهم. طبعا انك 4 ففور 4 اند 6 لانهم بيجوا كباكيج مع بعض. اذا هذول سيلكتيف. الان كثير مهمة جدا دي النقطة، expression of P21 وهو ايش هو؟ general inhibitor is controlled by tumor suppressor protein، وهذا tumor protein suppressor اللي هو ال P53 اللي راح نحكي عنه كمان شوي ايش وظيفته، وهي بخلي لي ايش function to arrest ال RG1 phase، يعمل لي ايش؟ cell cycle arrest. حلو. الان فزي ما حكينا cell try to repair the damage DNA، اذا صار خلية عملت ريبير خليه تكمل، طب ما كملتش بصير في عندي سينسنس او بيرمننت سايكل ريست او انديوس ابوبتوسس. هذول الميوتيشن راح نحكي عنهم، لكن قبل الميوتيشن اذكركم نعمل مراجعه. السايكلين دي حكينا مع 4 و6 موجود بالجي 1 الاس فيز زي ما حكينا. الان السايكلين اي للسي دي كي جي 1 الاس جي 1 الاس فيز، السايكلين اي للسي دي مع سي دي كي 2 من الاس للام بكون موجود ايش في هاي الفيز كاملا، بينما السايكلين بي بين الجي 2 والام، فانتبهوا لهي النقطه. الان such mutation اللي هو that disregulate activity of cyclin and CDKs، خليه ذكيه، خليه سرطانيه ذكيه، فبالتالي cell proliferation. واتفقنا either will be positive or negative regulator، طبعا بصير في عندي ميست اب ذا هول سايكل لانه خليه بالاخير حساسه، وبهاي الحاله الميوتيشن راح تكون positive، فبالتالي اوفر اكتيفيشن لهم. فكتير مهمين نكون عارفينهم ايش هم. السي دي كي السايكلين دي راح يصير في عندي اوفر اكسبريشن في ثلاث انواع من السرطانات، بريست وسوفيجال ليفر وسوفيجال كانسر، بينما السي دي كي 4 طبعا واللي هو مهم بالجي 1 للاس فيس تشيك بوينت، وهذا الامبليفيكيشن بشوفه كثير مهم في الميلانوما والساركوما والجليو بلاستوما. طيب حلو، نيجي نحكي عن اللي هو الديسيبلنج ميوتيشن اوف سي دي كي ان 2 اي، وهو طبعا عباره عن انهبيتر اللي هو هذا جين، هيعطيني البي 16 سي دي كي ان 2 اي، هيعطيني البي 16. هذا البي 16 ايش هو؟ سيلكتيف ولا سيلكتيف؟ لا سيلكتيف، اقل من 20. الان هاي الميوتيشن بتكون حالتين، يا سوماتيك اكواير يا بتكون جيرم لاين. اذا كانت صايره خلال الجيرم لاين فبتكون ميلانوما برون كايندريد، لكن الاكواير بصير في البنكرياس والاسوفيجاس والجليوبلاستوما. اذا هذول ما نكون عارفين كل واحد فيهم، يعني بدكم تحفظوا يعني مش عارف شو اقول لكم، بدكم تحفظوا يعني في الاخير احنا بنحاول نبسط، لكن يعني
الحمل عليكم انكم ترجعوا تدرسوا وتحفظوا. الآن نيجي نحكي عن النقطة الثانية. احنا حكينا عن 5 بروتينات بظل هو جماعتنا النوع الخامس inhibition of apoptosis او inhibitors of apoptosis. هذا للأسف طلع ابن بطة سودة وما راح نحكي عنه. الآن نيجي نقطة في النقطة الثانية. احنا حكينا عشان اذكركم الهول ماركس كنا حاكينهم ايش self sufficiency and growth fact signals. الآن نحكي insensitivity to growth inhibition او اللي هو inhibiting اللي هو بخص tumor suppressors genes and their products. اوكي نيجي نحكي عن التيومر سبريسر جينز او الكانسر سبريسر جين. فهي جينات تثبط نمو السرطان. فانهبت جروث باثوي اللي كنا نحكي عنهم في عدة طرق. طب ايه هم العدة طرق؟ الله. فعندي الار بي جين الريتينوبلاستوما جين وتريجلات السايكل من خلال الالودور من خلال طبعا له تاثير على تي بي 53 جاردين اوف ذا جينوم. بالإضافة إلى ذلك التي بي 53 برضو كمان له دور في تنظيم السيل سايكل وبالإضافة للأبوبتوسز من ناحية ثانية. التي جي اف بيتا انهيبيتس جروث فاكتور سيجنالز وختاما الأدينوماتس بوليبسوس كولاي ريجوليت البيتا كاثينين وهو طبعا يعتبر بروتو أونكوجين. فكل جين وكل جين سبريسر تيومر سبريسر جين له طريقته الخاصة. فمثلا انا بشرح باسلوب فلان بشرح باسلوب ثاني. كل جين له طريقته لحتى يثبط النمو. الان انا راح اهتم في جينين الار بي جين والتي بي 53. بدي تركزوا لي على كم جمله. ايش هم الكم جمله؟ اول معلومه مهمه جدا 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 انهم ريسيسيف جينز. هذول ريسيسيف بينما البروتون كوجين هم دوميننت جين. دوميننت سيدات هذول ريسيسيف. طب ريسيسيف انت عاجقتني يا قتيبة، حكيت لي في المحاضرة الماضية وثقت فيك وحكيت لك وحكيت لي هذول نوع الوراثي فيهم اوتوسومال دوميننت وثقت فيك وغدرتني هيك. لا انا ما قلت انت ما قدرت، انا ما قدرتكيش. بس حوضح لك كيف حتوضح لي؟ خلاص انت حكيت له ريسيسيف وهناك دوميننت، ايش اسوي في حالي انا؟ شو اسوي؟ ابسطها لك. كأليلز كجينات وكأليل هذول ريسيسيف، هذا الجينات ريسيسيف. لكن كنوع وراثي كأنا بدي أورث من أبوي وراثي أتصامر دمنات. أنا بدي أورث انتبهوا لي على هاي الصورة، ما بديش أحكي عن السوماتيك وانا بدي أحكي عن الفاميليا الفور. لأن لما أورث أنا ورثت أليل معطوب ملتان أبو شرفه وأليل صالح، أليل كويس، أليل ابن عالم وناس. الآن لما أحكي أتصامر دمنات أنا قاعد بحكي إنه تأثير هذا الأليل المعطوب لا يظهر، وبناء عليه طلعنا في السكند هيت ثيوري أو تو هيت ثيوري. طب على ماذا تنص التو هيت ثيوري؟ إنه لازم يكون في عندي تو هيتس للتيومر سبريسر جينز في هذه الحالة عشان يختفوا، عشان يصير في عندنا الريتينوبلاستوما وغير ذلك لا يظهر طبعا أي كانسر في هيك حالة. ممكن يكون في عندي زي ما حكينا بدايات وإنيشيشن، لكن as we said again انه في هيك حالات لازم يصير في عندي 2 هيتس. اذا انا وراثي من اهلي اوتوسومال دومينانت، لكن طبيعه هذا الجين طبيعته ريسيسيف اوتوسومال دومينانت، حيث انا لما بدي اورث كشكل اوتوسومال دومينانت انا بورث اليل معطوب واليل صالح، فحيث الاليل الصالح يسود على الأليل المعطوب. ففي عندي حالتين هذول راح أخسرهم فاميليا، أخسر واحد وورثه في من أهلي، والنوع الثاني أخسر سبورادك اثنيناتهم من خلال بعد الولادة. فاثنيناتهم لما أخسرهم there won't be any cancer مباشرة، لكن زي ما حكينا might be in high risk to get one. زي ما حكينا لما شفنا التو هيتس اللي صايرة في الـ HBC حكينا إيش الميوكوزا at risk، في خطر تحتيها في خطر، فراح يصير في عندي high risk to ايش to get some اللي هو cancer. فايف تيومر want to develop راح يكون في عندي اللي هو affect the two races of copy supermotors to growth، بالإضافة لذلك انه لازم يعمل mutations in other genes. فا in case of familial predisposition of dominant tumor راح يكون الaffected person بفاميليا الورث، ففي عندي أخذ inherited defective
الليل وان كوبي نون فانكشنال كوبي اوف تيومر سبريسر جين من خلال جيرم لاين ميوتيشن لاحد الاباء، والسكند وان ثرو سوماتيك ميوتيشن بعد الولاده. لكن السبورادك اثنيناتهم بخسرهم خلال سوماتيك ميوتيشن اي ما بعد الولاده. فزي ما احنا ملاحظين هاي فاميليا فورم، هذا الاب وهذا الام، هاي في عندي اللي هو السبيرم وهاي الاوفم، التحت تكون الزايجوت. ففي عندي جيرم لاين ميوتيشن صارت فورثناها من خلال الاب، فعندي اوريدي صار في عندي فيرست هيت من خلال جيرم لاين ميوتيشن، السكند هيت تحدث ما بعد الوراثه بالمعاصر صار في عندي اللي هو روتينوبلاستوما. الان ليش سمينا هذا الار بي جين او روتينوبلاستوما جين؟ باختصار لانهم درسوا او اول ما اكتشفوا هذا الجين ووجوده في النوع من السرطانات بنسميه روتينوبلاستوما. اذا ذا ار بي جين which is tumor suppressor جين first studies in retinoblastoma، فبالمحصله راحوا سموه عليه فقالوا ار بي جين روتينوبلاستوما refer to the retinoblastoma because the tumor suppressor، فبالتالي both can both be lost. فالهول بروسس زي ما حكينا في عندي اللي هو الهيتيروزاجوسيتي اللي بناخذها من خلال الانهيريتد اللي هو الفاميليا الفورم، بحيث انه الولد بياخذ او بينولد بنورمال كوبي وافكتد كوبي، بينما السبورادك الاثنين بخسرهم بدون لا هيريديت كلياتهم. الان كثير مهمه هاي الجمله، يعني هذا الحكي يعني عباره عن اعاده للرسمه واعاده لهذا الحكي بس بلغه اخرى، والمعلومه الجديده فيه انه الار بي جين اول ما درسوه في الريتينوم باستوما. الان ننتقل اللي هو النقطه والجمله المهمه جدا جدا جدا، انه الريتينوم باستوما از سبورادك 60% من الحالات، يعني عندي 100 عندي 100 شخص عندهم ريتينوبلاستوما، 60% من هذول الاشخاص 60 شخص عندهم سبب سبورادك ان جنرال، يعني اثنيناتهم خسرتهم في سوماتيك ميوتيشن، لكن 40% منهم فاميليا، يعني 40 شخص بسبب انهم ورثوا جين معطوب، جين مش شغال، جين مش كويس ابدا من احد الاباء. ف and by chance one of the retinal cells get affected to the retinoblastoma not tumor developed unless to allele اللي هم لازم يخسرهم. طب التو الليل وين اللوكيشن تبعهم؟ الله حيحكي لي 13 كيو 14 الموقع ده، ايه القرف ده 13 كيو 14 كروموسوم 13 لونجار لوكس 14 بتضل عيد. شو يعني 13 كيو 14 كروموسوم 13 لونج ارم ملوكاس 14؟ هذا موجود عليه ايش؟ الجين اللي هو الار بي جين، يعني التو هيت ثيوري. اوكي الان كثير مهمه هاي الجمله وراح اوضح لكم اياها والها توضيح جدا مهمه جدا 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 جدا. الان الفاميليال كاين انكريزد ليفل اوف بايلاترال ريتينوبلاستوما، انه يصير في عندي انفولفمنت للريتينوبلاستوما ان بوث ايز اند انكريز ذا بيرسنت اوف اوستيوساركوما تو هيت ذا بادي. ليه الحكي ده؟ ليه القرف ده؟ بدك تجنني انت؟ ليش في عندي بايلاترال هون؟ حقول لك مش هاي وراثه؟ مش انا ورثت هاي من، مش هذا الشخص ورثها من ابوه، ورث جين معطوه من ابوه؟ طب مش حكينا انه الجسم البشري ياتي من خليه واحده اللي هي الزايغوت اللي كان فيها الجين المعطوب؟ حتقول لي طب امال ايه؟ معناته كل الخلايا في جسمه عندها اليل ار بي معطوب؟ طب معناته يكون في عنده بايلاترال انه الثنتين التو ريتينال سيل التو ريتينال الموجوده في العينين فيهم هذا الاليل في مشكله. هسه فهمت عليك، مادام اوريدي عندهم في اثنين قليل. طب بالسبورادك وين الاختلاف؟ في السبورادك ممكن ياثر على عين دون الاخرى لانه هاي حدثت بعد الولاده، فكلا العينين اوريدي فيهم اليات سليمه ولا هو واحد فيهم معطوب، فممكن ياثر على عين دون الاخرى. ففي حالات طبعا لما يجيك واحد عنده باي، وهاي ممكن زي ما نقول نعتبرها هنت. ايش هنت؟ لما يجيك واحد مريض بدرجه كبيره يكون عنده بايلاترال ريتينوبلاستوما، تطلع عليه بدك تحكي بنسبه كبيره انه ممكن يكون هذا جاي بسبب فاميليال ديسورد، حيعطيك انديكيشن. بالاضافه لذلك increase the percent of osteosarcoma بسبب ايه؟ حقول لك بسبب انه برضه الاوستيوسايتس والاوستيوبلاست فيها هذا الاليل المعطوب لنفس السبب، بسبب انه كله اجى من خليه واحده. شفت جملة مكسرها لكن معناها عميق ولازم نكون فاهمينها صح عشان نستوعبها، انه الفاميليال كايند انا ورثته، فبالتالي كل خلاياي تحتوي على اليل وكوبي واحدة معطوبة، لكن لما يكون سبورادك ممكن يصيب فقط في العين ما يأثرش على الباقي.
حنحكي كيف هذا الار بي جي بيشتغل. حتحكي لي كيف الار بي جي بيشتغل. اه احكي لك وين المشكله، شو في وراك، اعرف كيف بيشتغل. مش شو اوتوميون مرز سبريسر، طب كيف بيشتغل؟ حاحكي لك كله هالكلمتين افهمهم. الار بي جي يشتغل كجفرمنت اوف ذا جينوم، حاكم. شو انه هالجينو، شو هالجين انه سليط، فعلا انه سليط. فجفرنر اوف ذا جينوم، حاكم على الجينوم. فكتير مهم انه it regulates a very very important checkpoint اللي هي G1 للاس تشيك بوينت. طب في الجي 1 تشيك بوينت اللي من اهمهم ايه؟ سايكلين اي وسي دي كي 2. حكينا عنهم فوق ومش قلت لكم احفظوهم، يلا احفظوا، يلا نرجع نعيد. سايكلين اي 2 اي ما سي دي كي 2 بلاقيهم في الجي 1 للاس تشيك بوينت. الان الار بي جين حيعطيني ار بي بروتين. هذا الار بي بروتين راح يكون بشكلين. طب ايه هم الشكلين البروتينات اللي انا بيهمني؟ فوسفوريليتد اور دو فوسفوريليتد او هايبر فوسفوريليتد. اذا في عندي شكلين، طب ايش هم الشكلين؟ هذول هم. فاذا كان الار بي بروتين دي فوسفوريليتد اور هايبر فوسفوريليتد، يعني عليه فوسفيت بكميات قليله، فوسفوريت جروب بكميات قليله، راح يكون شغال. بينما لما يكون فوسفوريليتد راح يكون ان اكتف. ها شفناها مكان، وين شفناها مكان؟ اذكركم، اذكركم ان كنت ناسي افكرك، افكرك بيه، افكرك بنقطة مهمة جدا. وين راحت هاي؟ انا نفس حبيبي والله. هيا cyclin activate CDKs leading to phosphorylating protein like RB protein. فال RB protein the tumor suppressor، فمنطقيا لما اعمل له فسفورة يكون لي ايش؟ inactive. تذكرتي ولا بعدك؟ ذكرناك. حلو حلو. الان to enter S phase الخلية تحتاج، لاحظت تدخل S phase مش انا انتقل من ال G1 ل S phase. اذا الخلية تحتاج وجود سايكلين اي و CDK2. اذا في البداية بالمحصلة انا بحتاج لتصنيع وبناء البروتين السايكلين اي. الله، طب في عندي فاكتور بتحكم فيه. هذا الفاكتور اللي هو بتحكم فيه، ايش هو الفاكتور؟ E2F. فسايكلين اي سينثيسيس كتير مهمة هاي النقطة، requires the transcription of factor اسمه ايه؟ E2F. فcyclin E dependent on the E2F family of transcription factor. طب هذا الار بي بروتين ايش بيعمل لي؟ فلما يكون اكتف بيروح ماسك للاي 2 اف، بقول له وين رايح حبيبي؟ بدك تروح تعمل لي ترانسكريبشن للسايكلين اي. لا لا وقف وقف، ممنوع تروح. لما يكون دي فوسفوريليتد او هايبوفوسفوريليتد او هايبوفوسفوريليتد، وقف وقف عندك خط احمر. لما يصير له فوسفوريليشن حيترك بحال سبيله. يعني تخيل ايش بدك تتخيل؟ بدك تتخيل؟ بدي اتخيل. اللي بدي اتخيله انه انا بحكي لك على مستوى اللي هو هيك، نحكي خليه طبيعي بعيدا عن خليه سرطانيه. اللي بتتخيل لي اياه انه في عندي حرامي، هذا الحرامي بده يسرق اللي هو الاي تو اف، بده يسرق مصاري. فلما اجي اكلبشه، اكلبشه، ركز، اكلبش هذا الحرامي اللي هو الاي تو اف، راح يعمل، راح يسرق؟ لا خلص مسك. طب مين اللي كلبشه؟ شرطي. فلما انا اروح جبت حراميه ثانيه وكلبشه لهذا الشرطي وفلتوا لي، خلص هذاك راح يروح يعمل اللي بدي اياه. فنفس المبدا الار بي بروتين لما يكون هايبوفوسفوليتد او دي فوسفوليتد بكلبش للاي تو اف، فبالتالي ما في عندي سينثيسز للسايكلين اي، فبالتالي نو بالمحصله نو سيل سايكل، نو سيل سايكل ارست، انه ما راح ينتقل من الجي 1 للاس فيس. الان هذا في حالات لما يكون في عندي ايش؟ جروث انهبيتورز زي التي جي اف بيتا، البي 53، اذرز. هذول راح يكون في عندي سي دي كي انهبيتورز زي البي 16، راح يثبطوا لي اللي انا بيهمني كثير مهم كثير مهم، هذا اللي هو هذا الانسوليه تحت، ركزوا لي على الفوقي، سايكلين دي سي دي كي 4 و6، لانه هذا اللي حيعمل لي الشغل كلياته. سايكلين دي والسي دي كي 4 6 هو اللي حيعمل لي فوسفوريليشن للار بي بروتين. فلما هاي البروتينات يصير في عندي سينثيسز للبي 16 بعطبوا لي، بتذكر هو سيلكتيف، فبوقف لي شغله. بالمحصله يصير في عندي هايبوفوسفوليت للار بي بروتين، بالمحصله يمسك لي اياه. الان الجروث فاكتور زي بيزيرمان جروث فاكتور، تي جي اف ترانسفورمينج جروث فاكتور، ترانسفورمينج جروث فاكتور،
الفا هيباتوسايت جروث فاكتور، بليتد درايفد جروث فاكتور، سيجنالينج. ايش بالمحصله؟ على عكس هناك راح يصير في عندي اكتيفيشن للاكسبريشن اللي هو ليد تو سايكلين دي اكسبريشن، بالمحصله سايكلين دي وسي دي كي 4 6 كومبلكسز اللي حيعملوا فوسفوليت. واتذكر الفوسفوليت ان اكتف فحيبطل مكلمه الاي تو اف، فحيعمل لي ترانسكريبشن لسايكلين اي، فبالتالي الخليه تنتقل من الجوانب الاسفل. ف when ار بي جينز او الار بي بروتين تحديدا is phosphorylated فذن ان اكتف اند ويل ريليس ذا اي تو اف، والمحصله سايكلين اي سينثيسيس الى اخره من الهاي. الان في حالات زي اللي يصير في عندي هون مشكله، طب المشكله انه ما في عندي ار بي بروتين، فبالتالي في عندي زي ما تقول اوفر سينثيسيس وساتش اللي هو سايكلين اي، فبالتالي الخليه تدخل يصير عندها بروليفريشن اكثر. الان ماني اونكوجينيك دي ان اي فايروسز، جملة قصيرة جدا لكن معناها عميق. هنالك انواع من الفيروسات مادتها الوراثية دي ان اي دي اوكسي ريبونيوكليك اسيد، وهذه مادتها الوراثية اونكوجينيك، تحفز عملية الاونكوجينيسيس وتكون السرطان. فامثلتهم هيومن بابيلوما فيروسز اتش بي في انكود بروتين، هذا البروتين اسمه ايش؟ اي 7. هذا الاي 7 بيرتبط للار بي بروتين وبيخلي لي ايش ماله نون فانكشنال، يعني ايش؟ فوسفور ريليتد. ما تنسوا ليش اياه وكيف بيشتغل. الان نيجي نحكي، يعني هاي اخر صفحه يعني ما راح نطول ان شاء الله فيها كثير. الان نيجي نحكي عن اخر جين عندنا هو التي بي 53 ريجوليتد سايكل، وحكينا ايش؟ ابوبتوسيس. فكتير مهم التي بي 53 بيحكي لي انه عنه اي ات از نيجاتيف ريجوليتر في السايكل. اخترع ذرة يا الله، حكى اخترع ذرة، صنع قنبلة نووية، حكى لك نيجاتيف ريجوليتر، ما هو تيومر سبريسر، فمنطق يكون نيجاتيف ريجوليتر. لكن انا ما بهمني كل هاي العجقة، بهمني شغلة. شو الشغلة؟ هاي هي الشغلة. بوليس مان، جاردين اوف ذا جينوم، حارس الجينوم، شرطي الجينوم، حامل الجينوم، بدك تسميه تسميه، بس بدي تعرف لي هاي الجملة مهمة كثير. ليش مهمة؟ لأنه هو الجين الوحيد اللي هيك حيسألك في الامتحان بكرة. One of the following is considered as a guardian of the genome. بتشوف لي وتفشق على كل الخيارات وبتدور لي على تي بي 53 أو بتحاوش معك. الآن 70% of tumors show homozygous loss of TB53. homozygous loss يعني اخترت اثنتين، تو هيت ثيوري، اذا منطقيا لازم احتاج تو هيتس. اذا ذا موست كومون يعني homozygous loss يعني كان قاعد بحكي لي تو هيتس، تو هيت ثيوري، خسرت الاليل. ذا موست كومون سبريسر تو بي ميوتيتد thus developing cancer زي colon breast lung cancer and leukemia. leukemia colon cancer breast cancer lung cancer ما تنسوا لي شيئا. ف الهوموزايجس مين هاف تو ريسيسيف اور تو دومينانت، يعني ايذر تو هوم تو دومينانت اور تو ريسيسيف، لكن في حاله تو ريسيسيف اتفقنا وحكينا انه تيومر سبريسر جينز ار ريسيسيف 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 ريسيسيف. انا جاك في الامتحان سؤال حتجاوب لي دومينانت؟ لا، نمط الوراثه هو تسمى دومينانت، لكنهم في طبيعتهم ريسيسيف. جملة كتير مهمة، نرجع نعيد ونكرر عشان نشوف قديش انها مهمة. Guardian of the genome or policeman TB53 preventing genetically damaged cell from progressing from through the nuclear cycle. يعني بيقول لها في عندك دي ان اي دامج، صلحيه، تروحي صلحيه، شوفي شو وجهك، بتوقفي، ممنوع تكملي، بصير في عندي سيل سايكل اريست، عندك دامج بدك تصلحيه. ف decide which cell should or should not replicate DNA and proliferate. بشوف انا بشوف اذا الدي ان اي في دمج، مش انا حكينا من الجي 1 للاس فيز اللي هي نقطه مهمه. ليش؟ لانه هناك بصير في عندي تشيك على الدي ان اي دمج، لانه بعديها في الاس فيز ريبليكيشن. فاذا اوريدي الدي ان اي دمج وما في ريبليكيشن، كاني عملت ريبليكيشن لهذا الدمج وريبليكيشن لهي الميوتيشن. فهو من خلال انه يعمل لي سنسنج لهذا الدمج، فوالله بشوف خلية تكمل ولا الخلية ما تكملش، لما عندي سيل سايكل ارست. اذا تي بي 53 بيرفورم اتس جوب. شو عندي بروتين؟ البروتين هو بي 53، وهذا البروتين بي 53 في عنده نيجاتيف ريجوليتر. ايش اسمه؟ ام دي ام 2. ام دي ام 2 هذا ام دي ام 2 باختصار عبارة عن بروتين او نيجاتيف ريجوليتر للبي 53، حيرتبط ويكون في عندي ايش؟ كومبلكس، فبالتالي يكون البي 53 يظل مشغل. طب متى حيشتغل البي 53؟ لما يشوف عندي دامج، يصير عندي
sensing للدمج او يصير في عندي ستريسفول ستريس معين، فبالتالي يصير في عندي various pathway complex pathway. هل اطلع اعرفهم؟ لا 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 ما تعرفوش، اعرف لانه ما يصير في عندي دمج. بالمحصله راح يصير في عندي ديسوشيشن لهذا الكومبلكس، بفلت البي 53 عن الام دي ام 2 كومبلكس، فبروح البي 53 وخلاص بعمل لي سلك سايكل ريست، في عندي دي ان اي دمج وقف. الان كيف يشتغل؟ كيف بيشتغل؟ هذا مش احسن من اخوه له الار بي جي، لازم نعرف شويتين كم معلومه عنه. الـ B53 is activated by anoxia. إيش يعني anoxia؟ absence of oxygen. and يعني without absence oxia من oxygen. فanoxia هي condition of absence of oxygen. حلو. or another stressful event أو stressful condition might lead to DNA damage. اثنيناتهم بيأدوا له للـ DNA damage. ما تنسوا ليش يام. إذا due DNA damage or other stressful injury stimuli زي الأنوكسيا various pathway راح يصير في عندي إيش dissociation زي ما حكينا. فالـ B53 stops the proliferation. فالـ B53 sends the or detect DNA damage or stressful condition من خلال various sensors عدة حساسات. هاي الحساسات أمثلتهم، أحد أمثلتهم اللي هو البروتين كاينيزز. هيعملوا إيش؟ بروتين كاينيز يعني هيعمل فوسفوريليشن لسيرت البروتين. أحد أمثلتهم أتاكسيا، تلنجياكسيا، تاسيا عفوا، ميوتيتد بروتين، ميوتيتد له بروتين وهو بروتين كاين اي تي ام بروتين وهو بروتين كاينيز. اذا أتاكسيا، تلنجياكسيا، ميوتيتد بروتين. اذا أتاكسيا، تلنجياكسيا، ميوتيتد بروتين، اي تي ام بروتين وهو بروتين كاينيز. فبالتالي هذا راح يزيد بالمحصلة من اللي هو ترانسكريبشن اوف سي دي كي اللي هو انهبيتر، تحديدا البي 5 البي 21 وهو بالتفق انه هو جينال انهبيتر، فبعمل لي سيل سايكل ارست. It was found that mutation or abnormalities in this protein can make protein more vulnerable to acquire more mutation. يعني لما يصير عندي mutation في such protein راح يكون عندي ايش ماله؟ البروتين اللي هو more mutation، فبالتالي انه develop many cancer. ف it will then بالمحصله ارست سيل سايكل على الجي 1 فيز، لانه هذا جنرال انهبيتور زي ما اذكركم فيه، فبالتالي راح يعطيها مور تايم فور ريبير. اذا الخليه ما صلحتش يا بتروح ابوبتوسز او بتروح ايش على اللي هو السنسنس او اللي هو البيرمننت سايكل ارست، ممنوع تكملي وقفي انت عندك في عندك دمج ممنوع تكملي. الان اذا او بصلح اللي هو الميتيشن او بيروح على النيوبليزي في حال ما صلحها نهائيا. اذا او الفيكس ميوتيشن، المقصود في الفيكس ميوتيشن انه هاي الميوتيشن ظلت ثابته، يعني خلاص الميوتيشن ظلت وبدها تكمل، فبصير في عندنا اللي هو نيوبليزي. يعني خلاص لما يفل راح يظل تتراكم الميوتيشن ويتحول لنيوبليزي. اذا باختصار نعيد العمليه كلياتها اللي انا بذهبنا، انه التي بي 53 بشوف من خلال البي 53، البي 53 بيعمل لي ديتكتنج للدمج من خلال ايش؟ عده بروتين، عده فيري سنسرز زي بروتين كاينيزز. احد البروتين كاينيزز اعطيني مثال عليه، اتاكسيا كيتازيا ميوتيتد بروتين اي تي ام بروتين وهو بروتين كاينيز. هذا بيزيد الترانسكريبشن فاكتور اللي هو سي دي كي اي انهبيترز اللي هم ايش؟ بيزيد الترانسكريبشن للسي دي كي اي اللي هو سي دي كي اللي هو سايكل اندبندنت كاينيز انهبيترز اللي هو المثال عليه البي 21 وهو جينرال انهبيتر، فبصير في عندي اللي هو سيل سايكل ارست على الجي 1 فيز، بيعطيها وقت ليش تعمل ريبير. طب اذا ما صار ما صار في عندي ريبير، شو الحالات الثلاثه؟ ابوبتوسيس او بيرمننت سيل سايكل ارست او ميوتيشن ثابته، فاللي بيؤدي لي لايش؟ لنيوبليزيا. الان البي 53 مش حكينا هو له دور بالابوبتوسيس؟ طب شو دوره في الابوبتوسيس؟ احكي لي عنه. ليش حكيت لك معلومه زتيت؟ طب احكي لي عنه. بحكي لك انا البي 53 ريجوليت ابوبتوسيس اند سيل ريبير زي ما حكينا من قبل، باي ترانسكريبشن اوف سيرت ريبير جين اند مايكرو ار ان ايز ويتش انهبيت سايكلين اند بي سي ال 2. فالبي سي ال 2 هو اتذكركم ايش هو؟ انتي ابوبتيك بروتين. فلما اوقف الترانسكريبشن تبعه راح يقل، بالمحصله الخليه تدخل للابوبتوسيس. بالاضافه لذلك هو بوزيتيف ريجوليتر اوف ابوبتوسيس. كيف؟ بالمحصله بيزيد الترانسكريبشن اوف باكس اند بوما، والباكس والبوما هم برو ابوبتيك بروتين. اخر حاجه نحكيها في هذا الفيديو اللي يا رب يكون يعني كثير طويل عليكم، يعني حاولنا نبسط هيك نوصل، نحكي انه significance of TB53 mutation كونه زي ما حكينا زي اخوه الار بي، يا سبوراديك يا ايش؟ فاميليال. ففي عندي inherited وفي عندي ايش؟ في عندي الاكواير. فميوتيشن كان بي either acquired اللي هي somatic or inherited اللي هي الفاميليال. حلو.
الى ان الاكوايرد عند تو ميوتيشن صارت بعد الولاده افكتد تو الجينوتايب الهوموزايجس ريسيسيف اند اللي هو التيومر سبريشن فانكشن از لوست في الحالتين ايذر اكوايرد اور اللي هو اور انهيرتد. فهذا بلاقيه في الكولون بريست كانسر اللنج كانسر واللوكيميز الى اخره. طب اذا كان انهيرتد حكينا لكم اسم سندروم مهمه. اذا كان انهيرتد ميوتيشن راح يعطيني سندروم لاي فوراميني سندروم. لاي فوراميني سندروم سببها انهيرتد ميوتيشن في تي بي 53، فهذا بيزيد 25 ضعف للمالينسيز ايش هم الساركوماز اللوكيميا بريست كارسينوما اند جليوماس. ما تنسوا ليش اياهم. ف جليوما اذكركم هو عباره عن اكسبشن مع انه اوما فهو نوت بيناين، هو مالينجنتي تيومر موجود في الجليال نتج من اوريجينيتد واصله الجليال سيلز موجوده في السنترال نيرفس سيستم. الان كثير مهمه ماني دي ان اي فايروسز راح يعمل لي بروكيج لهذا الجين ايش هو هيومن بابيلوما فايروس اللي احنا شفناه من خلال E7 الهيباتايتس بي فايروس والابنشتين بار فايروس من خلال فايرال انديوس كانسر انه سرطان سببه تحفيز في الفيروسات. اتمنى ما كان الفيديو كثير طويل عليكم، اتمنى اكون بسطت المعلومات قدر الامكان عليكم. حكيت لكم انا بشرح انا ببسط لكن في حفظ عليكم، لازم ترجعوا تعيدوا التفريغ مرة ومرتين لحتى تتمكنوا من تفاصيله. وبذكركم الدكتور هذا اسئلته بسيطة جدا ان شاء الله، ما فيها اي شيء يعني يكونها صعب. صحيح المادة دسمة وقليل دسمة وبتدرسه، لكن في الامتحان اذا كنتوا دارسين كويس بضمن لكم تجاوبوا كل الاسئلة وانتم مرتاحين ومبسوطين. فاي سؤال واي استفسار ما تترددوا تبعثوا لي او لعلي. وموفقين يا رب يا حبايبي.